طيب انا معايا على التليفون ها اللواء حسام السيسي المشرف العام على كرة القدم بنادي السكة الحديد. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك، مساء الفل. مساء الخير يا كابتن ابراهيم، مساء اخبار الخير على حضرتك ايه؟ حضرتك وعلى برنامجك الجميل المحترم. مساء النور. ايه اللي حصل يا فندم؟ والله والله النهارده طبعا ماتش كان بين اشقاء الترسانه ونادي السكه الحديد، اقدم انديه مصر من الانديه اللي يعني عريقه في المسابقه، والماتش كان ماشي. طبعا كان في جمهور من هنا من نادي السكه، من جمهور نادي الترسانه، جمهور متعصب واخد الموضوع على اعصابه. الماتش ماشي يعني لينا طيب كوره انا اسف وكوره. معلش يا ست اللي هو خليك معايا، هاتولي الصوره تاني عشان لازم اصحح للناس. الصوره اللي انا عرضتها وقبل ما حضرتك تكون موجود معايا للمصاب في وشه ده طبيب نادي السكه الحديد وليس حكم المباراه. انا اسف لا لا بعتذر، ده طبيب، ده ده طبيب طبيب الفريق وليس فني حكم من الجهاز الطبي، من المباراه. الجهاز الطبي عندنا، من الجهاز الطبي وجب عندنا. التصحيح، وجب التصحيح عشان انا قلت معلومه لازم تبقى برضو منضبطه امام السيد المشاهد، بعدين بقى نتكلم في التفاصيل. اتفضل يا ست اللواء. لحد قبل نهاية المباراة حكم المباراة والله ما اعرف اسمه ايه، حسب ضربة جزاء لنادي السكة، وبان من اول المقصورة ومجلس إدارة نادي الترسانة والناس كلها نازلة يعني في الملعب، الملعب اتحول لأن طبعا المنظر اللي احنا شفناه كابتن، انا بصراحة حزين. اما الاقي المغرب رابع كأس العالم واحنا عمالين نجري ورا الحكام، امتى الحكم هيبقى عنده ثقة؟ امتى اللعيب هيبقى عنده ثقه؟ لا طبعا احنا كده المنظومه في يعني كده ما ينفعش. طبعا لقينا الملعب اتحول، ولقينا طب الحكم بحسب ضرب الجزاء لينا، انا ذنبي ايه؟ ذنبي الاقي الكراسي نازله من الجماهير جماهير الترسانه على الجهاز الفني والاداري والطبي بتاع نادي السكه الحديد، لدرجه ان انا تدخلت وخدت لعيبتي، واللي خد كرسي في دراعه، واللي خد طوبه في اورطه، اللي خد اللي اتعور في وشه ده الجهاز الطبي، رئيس الجهاز المدلك الطبي. نفس القصه، لا من الجهاز الطبي، من الجهاز مدلك الطبي. من الفريق، ونفس القصه اللي خد كرسي في دراعه، ونفس القصه غير لعيب، غير اتنين لعيبه خدوا كدمات. جريت لميت فرقتي وقعدت في منطقه الجزاء بتاعتي، ولقيت برضو بعد يعني المنتمين لنادي السكه لنادي الترسانه عمالين داخلين يزعقوا معايا، طب انت بتزعلي ليه؟ انا محسوب لي ضربه جزاء، اعمل ايه يعني؟ اضيعها لك؟ اكتر من نص ساعه وساعه الا ربع بالظبط لحد الساعه 5 و5، والحكم طبعا خرج بره الملعب. صراحه انا حزين على اللي حصل للحكم النهارده. الحكم ده بني ادم وشخص وله اسره وراجل محترم ايا كان، ما ينفعش ما ينفعش. وانا طبعا مش هتكلم على الحكم، لان اكيد الحكم له اتحاد كوره ولجنه الحكام تجيب له حق. وانا كانت الجماهير سايره علينا يعني ثورة غير عادية، لدرجة ان انا طبعا انتوا المباراة ديت بعدد قد ايه من الجمهور ليكم وللنادي الترسانة؟ انا ما كانش عندي، لا الترسانة ما كان عنده عدد براحته يعني، انما انا كان عندي كان مجلس الادارة وما لا يتعدى 40 50 مشجع، وانا كنت متصل طبعا بالسيد النائب طارق سعيد رئيس النادي، والراجل مشكورا قال لي هات اللي انت عايزه. طبعا كان قابلنا استقبال محترم الراجل، بس اللي حصل ده بقى عكر صف المباراة، انما لقيت الدنيا واقفه. طيب المباراة دي، المباراة دلوقتي ألغيت مع الدقيقة 85، هي توقفت عن الدقيقة 85 والحكم ألغى اللقاء، أنتوا ناويين تعملوا إيه؟ احنا فندم مستنيين قرار لجنة الحكام. طيب على حسب ما انا علمت انا كان إنه انا كان ليا ضربة جزاء ما اتلعبتش، لان الحكم اصلا يعني رفض ان هو يكمل يكمل القرار المباراة. بعد اللي يحصل اللي حصل فيه. انما انا بيقال ان انا رفضت، لا انا ما حدش قال لي تلعب عشان العب، يقال ان انا رفضت، ما حدش قال لي تلعب مباراه ضربه الجزاء عشان اقول له او لا. دي نمره واحد. نمره اتنين، فوجئت بتغريده على صفحه المهندس ماجد سامي المحترم رئيس نادي وادي دجله. اولا انا ببارك له على فوز فريقه النهارده على فريق القناه، وبيقول ان هو دلوقتي كان عايز يضرب الحكم بتاع مباراه السكه ودجله. حضرتك يا كابتن ماجد، حضرتك راجل محترم، عايز تكرم. اولا نادي السكه الحديد ما بيسمحش ان حكم
سواء من فرقه يعني من فرقه نادي السكه الحديد او طيب الفريق معلش بس ما تدخلنيش في سكه، الحسن. معلش يا ست لو ما تدخلنيش في سكه تانية خليني في المباراه، عشان انا بس هيبقى لما انت هتوديني في سكه تانية انا هبقى محتاج ان انا اجيب منها ردود واروح لفرعيات تانية كتير، يعني ما تكلمنيش عن بوستات وبتاع، معلش انا اسف، خلينا نتكلم في اللي حصل النهارده، عشان انا اللي النهارده ده اللي حصل ده امر واقع بشكل او باخر يعني، فافهم افهم افهم من سيادتك، افهم من سيادتك، انتوا الموقف اللي انا اللي عندي انه اتحاد الكوره هيعمل اجتماع طارئ بسبب الاحداث، هل انتوا قدمتوا اي حاجه ولا انتوا مستنيين القرار اللي هيتاخد؟ مستني قرار، مستني قرار يا فندم. انا اولا الماتش اتلغى يا فندم، انا ما اقدم ايه؟ الماتش اتلغى، انا ما طلبش مني ان انا العب ضربه جزاء، الماتش اتلغى. وانا في اجتماع طارئ بكره لجنه المسابقات عشان تقرر نتيجه المباراه. في اي تعقيب عايز تقوله يا ست اللي قبل ما اقفل معاك؟ في اي حاجه عايز تقولها؟ واللي انا عايز اقوله برضه يا فندم في نفس السياق، انا فوجئت برضه النهارده، ما انا بقول لحضرتك هي نفس المنظومه يا فندم. حضرتك بس عايز بتقول لي انا فوجئت ان الكابتن ماجد بيقول ان انا ان الحكم برضه النهارده بيقول ان الحكم من 4 ماتشات حكم السكه الحديد ودجله كان عايز يضربه، ليه؟ انا طب ما انت من اربع ماتشات حضرتك بتقول لي انا باركت لك الاول على الفوز، بعد 4 ماتشات حضرتك بتقول لي ما حدش بيضرب حكم عندنا، احنا اتغلبنا على ارضنا يا كابتن، اتغلبنا على ارضنا وكان لينا ضربه جزاء وكان لينا ما فتحناش بقنا، تعادلنا ما حصلش مننا حاجه. بيقول تضارب مصالح وجاب سيره الكابتن ابراهيم نور الدين، الكابتن ابراهيم نور الدين ده ابن من ابناء نادي السكه الحديد وطلع التحكيم. ابراهيم نور الدين ما بيعملش في نادي السكه الحديد، بيعمل في نادي بتروجيت اللي معانا في المجموعه وظروفه مش كويسه. يعني ظروف نادي بتروجيت، ابراهيم بيعمل في نادي بتروجيت وليس بيعمل في السكه الحديد وظروفه مش كويسه. اذا كنا بنتكلم على تضارب المصالح والكابتن حازم ينفذ زد، كابتن حازم يرد على نفسه، انما كابتن حازم ده كابتن مصر يرد على نفسه، انما انا هسال الكابتن ماجد بقى حاجه تانية، كام حكم شغال عند حضرتك في نادي دجله؟ قول لي بقى حضرتك كام حكم هو طيب. عارف انت شغال عنده ماشي. في نادي دجله؟ ماشي هو بقى يرد عليا بعد اذن حضرتك. ماشي، انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا سياده اللواء حسام السيسي المشرف عام على كره القدم بنادي السكه الحديد. عايز اخد برضو رد فعل من نادي الترسانه، عشان كده بقول لحضرتك انت هتلاقي في 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 معجنه شويتين ثلاثه، معجنه في الممتاز به، وده نتيجه انه احنا ما عندناش رقابه قويه على تطبيق اللوائح، عشان نجيب من الاخر يعني ما عندناش، مش موجوده يعني. فالمشهد اللي حصل ده انا بقول لك في الاخر هتوصل يعني ده مش انا وده مش انا وده مش كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، انما المشهد ده الحقيقه مشهد غير مشرف ولا يليق بأي حد، لا يليق، ما ينفعش يعني.